وينضم إلينا من لندن وجدان عبد الرحمن، قيادي في حزب التضامن الديمقراطي الأهوازي. أهلا بك أستاذ وجدان. أهلا بك أخي. أستاذ وجدان، مع اقتراب موعد يعني تصريح ترامب وإعلان موقفه من الاتفاق النووي، ما إذا كان سيقر هذا الاتفاق أو سيعدل عليه أو سيلغي أو سينسحب من هذا الاتفاق؟ يعني برأيك ما هو الاحتمال الذي سيتخذه ترامب من هذه ضمن هذه الاحتمالات الثلاث؟ أولا شكرا لك وشكرا لكل مشاهديك. بالنسبة لموضوع ترامب، يعني هو سياسة ترامب هي سياسة غامضة لحد الآن، لا يستطيع أحد أن يؤكد بأنه هل ترامب سيخرج من هذه الاتفاقية أم سيبقى في الاتفاقية، لكن المحصلة النهائية هي النتيجة واحدة. يعني إذا انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من هذه الاتفاق، فالنتيجة واضحة بأنه إيران ستشملها كل العقوبات التي كانت قبل 2015، وأيضا تضاف لها عقوبات أخرى. لكن حتى إذا كانت الولايات المتحدة تبقى في هذا، يعني تبقى على الاتفاقية، هناك أيضا عقوبات ستدرج على إيران بسبب تدخلاتها في المنطقة، بسبب مشروعها الصاروخي، وأيضا خاصة بعد الوثائق التي عرضتها إسرائيل بأن إيران لديها مشروع خفي حتى من بعد الاتفاقية، وإيران لا يمكن الوثوق بها. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية ستزيد من هذه العقوبات، وإيران لا تتنازل عن بعض المشاريع مثل مشاريع صواريخ بعيدة المدى، وأيضا تدخلات إيران في المنطقة، موضوع حقوق الإنسان. إيران مستمرة في هذه النهج، ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية ستزيد على العقوبات حتى لا. لذلك ستكون النتيجة واحدة، إن كان إيران بصراحة في مأزق جدا كبير، وإيران حاليا بالهروب إلى الأمام، لا خيار أمامها. أستاذ وجدان، الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون صرح وقال أنه في حال انسحبت أمريكا من الاتفاق النووي ممكن أن يؤدي ذلك أن نشوب حرب حقيقية، هل هذا واقعي؟ الحرب لا أعتقد أنه سيكون هناك حرب، لأن إيران بصراحة إيران هي متخلخلة داخليا قبل أن تكون معزولة خارجيا، خاصة بعد السياسة الخارجية السعودية التي جعلت إيران في انزواء في المنطقة والعالم. أيضا هناك تخلخل في داخل الحكومة، هناك الرشا والضعف في الاقتصاد، الانهيار الاقتصاد وليس ضعف. أيضا الشعوب في إيران، يعني إيران في داخله هناك قليان كبير. لا داعي لحرب في إيران بصراحة إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى دول الجوار إذا كانت أن تريد أن تغير في إيران، ماكو داعي لحروب. بإمكان أمريكا أو بعض الدول مساعدة، يعني مجرد مساعدة من خلال الإعلام أو الإنترنت، بإمكان إسقاط هذا النظام وبكل سهولة. فلذلك لا أتصور أنه هناك سيكون يعني احتمال حرب موجود، وإذا كان هذا الاحتمال موجود على إيران أن تغير من سلوكها، لأن تصريحات خامنئي الأخيرة قال بأنه الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية تريد أن يكون هناك حرب ما بين الدول الإسلامية بعضها ما بعضها، ويقصد بين المملكة العربية السعودية وإيران، بينما خامنئي يضع اللوم على المملكة العربية السعودية، متناسيا بأنه إيران هي عامل عدم الاستقرار في المنطقة. إيران عليها أن تعدل من سلوكها، المملكة العربية السعودية ودول عربية غير راقبة بأي حرب أو عدوان على إيران، ولكن إيران أجبرت الدول العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية أن تقوم بهذه السياسة ضد إيران، لأن بات الأمر لا يطاق بالنسبة للدول العربية والمملكة العربية السعودية. أستاذ وجدان، يعني أغلب الدول الأوروبية تسعى للحفاظ على هذا الاتفاق وتقول أنه لا يوجد حل بديل عن هذا الاتفاق، يعني هل هذا يعتبر تفاديا للحرب الحقيقية التي تكلم عنها ماكرون أم لمصالح اقتصادية أوروبية في إيران؟ المصالح أولا الحروب، يعني أي حرب في المنطقة المتضرر الأول فيها، صح هناك
مشاريعهم الاقتصادية، لكن الغرب وخاصة أوروبا أي حروب تحصل في المنطقة يصبح الضغط على أوروبا نفسها وليس على أمريكا. يعني مثلا الهجرة اللي حصلت بعد ما حصلت في سوريا، وسوريا بلد صغير، لكن رغم كل ذلك أوروبا أصبحت لديها حالة من الغليان بسبب ضغط اللجوء، ولذلك أي حرب في المنطقة سيزيد من اللجوء إلى أوروبا، وأوروبا تتخوف من هذا الموضوع. لكن بخصوص موضوع المشاريع الاقتصادية، الدولة الوحيدة أعتقد لديها يعني بعض المشاريع الاقتصادية هي فرنسا، لكن ألمانيا لم تكن لديها مشاريع كبيرة في إيران إلا بعض الصادرات الألمانية، وأوروبا صادراتها إلى أمريكا 1200 مليار دولار سنويا. فلذلك السوق الإيراني بالنسبة لأوروبا ليس بشيء يعتمد عليه. لكن أوروبا تتخوف من الحروب بسبب موضوع الهجرة، أعتقد يكون أكثر. نعم، وجدان عبد الرحمن قيادي في حزب التضامن الديمقراطي الأهوازي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من لندن.